لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرحوا ضرركم قدام الخنازير لألا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم. ربنا علمنا ندي وندي بسخاء، وعلمنا نحب الناس قوي، لكن مع الحب أحبوا أعداءكم، احسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. علمنا الحكمة، هنا دي أحد الوصايا اللي فيها فكرة الحكمة، لا تعطوا القدس للكلاب. الكلاب في زمن ربنا يسوع له المجد كانت تقال على عبدة الشياطين، الأمم الوثنيين اللي بيعبدوا الشيطان ممثل في الأوثان كانوا ساعات يسموهم الكلاب، ويبدو كان عندهم بعض الأمثلة زي مثلا ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. الكنعانية لما سمعت الكلمة دي وكانت عارفاها الظاهر قالت له الكلاب تحت المائدة مستنية لقمة، قال لها يا امرأة عظيم إيمانك، ده أنت كده إيمانك عظيم لأنك متواضعة وقبلت الكلام ده وبرضه مستنية لقمة. لا تعطوا القدس للكلاب يعني إيه؟ يعني بلاش تدي حاجة غالية لحد ما يقدرش، ما تديش حاجة غالية لواحد ما يقدرش، يعني تتكلم عن الفداء والخلاص ومحبة ربنا لشخص مستهتر عمال يتريق، لا ده مش مكانها. ولا تطرحوا ضرركم قدام الخنازير لألا تدوسها بأرجلها وتلتفت وتمضقكم. والخنازير برضو كانت رمز الخطايا بتاعت الأوثان لأنها كانت ضد الشريعة. فربنا يسوع يقصد إيه؟ اتعود تختار الشخص اللي تديله الحاجة المناسبة، بالذات في الأمور الروحية. في ناس تتكلم عن ربنا مع أي شخص بس بطريقة ما فيهاش حكمة، يقوم بدل ما يكسب اللي قصاده يجيب إهانة لاسم ربنا لأنه طرح القدس للكلاب وطرح الدرار قدام الخنازير. لا ده مش معناه واحد هنا يقول الله، مش احنا قلنا مش هندين حد، لا في فرق بقى بين الإدانة والتمييز. كونك ما بتدينش الناس ده مش معناه انك مش شايف الأخطاء، انت شايفها لكن مش بتدينها. طب ازاي؟ الكتاب بيقول ويل للقائلين عن الشر خيرا وعن الخير شرا، يعني ما تقلبش الموازين، الكذب كذب، انما ما تقولش على فلان كذاب ولا تكرهوش، ويجوز في بالك تقول يمكن ما حدش علمه الصح، يمكن لانه جواه خوف، تقعد تعذره وتصلي له وتحاول تساعده يبطل كذب، لكن انت عارف ان ده كذب، مش هتوصل لدرجة انك تقول لا دي مش كذب ده شرارة، لا انت كده غيرت لخبط. ما تقلبش الموازين، هتميز انه ده ما ينفعش يتقال له كلام روحي دلوقتي، ده ينفع ليله بس، ينفع نصرخ لربنا انه ينقذه من المرحلة اللي وصل لها. ده ما ينفعش يدخل بيتك مش لانك مش بتحبه، لانه لو دخل بيتك بدل ما هيستفيد هيضرك انت وولادك، ما بيدخلش بيتك. الله طب ده مش ضد المحبة؟ لا دي المحبة ومعها شوية حكمة. لما القديس يوحنا الرسول يقول ما تدخلوش البيت اللي بيقوله المسيح له المجد مش ربنا، ده لا تقولوا له سلام، لأن دول بيعلموا زي شهود يهوى كده بيعلموا تعليم منحرف عن الكنيسة، قال ما تقول لهمش سلام، ما تدخلهمش بيتكم. لا طب ده انت اللي قعدت تقول ربنا يسوع قال أحبوا بعضكم بعضا أحبوا، قال معلش عاوز حكمة، لا تطرحوا القدس للكلاب، لا تطرحوا ضراركم قدام الخنازير. في ناس تتغافل عن الحكمة، لازم عندك حب وعندك حكمة، لازم يمشوا مع بعض زي القضيبين بتوع القطر كده، حب الواحد والقطر يقع وحكمه ده ما تنفعش تبقى خبز، إنما حب مع حكمة، بتحب اللي قصادك عاوز يعرف ربنا لكن عندك حكمة تقول إيه وما تقولش إيه، تتعامل لأي مستوى، دخلوا بيتك ولا بلاش يدخل، فاش حاجة. ربنا يسوع له المجد كان أحيانا يسكت وما يتكلمش لأنه اللي قصاده مش هينفع معاه كلام، يعني وقت محاكمته أغلب الوقت كان صامت. ليه؟
هيدافع عن نفسه ليه؟ اللي قصاده ما بيسمعوش، اللي قصاده بيدوروا في الغلط، متآمرين كلهم شر، خلاص ساعتكم وسلطان الظلمة سكت. طب ده مش وقت وعظ يا رب؟ لا مش وقت وعظ، لا تعطوا القدس للكلاب، ده وقت صلب، وقت احتمال، وقت صلب، وقت ألام، لألا تدوسها بأرجلها. ما انت كمان ما تهنش حاجة ربنا، ما تهنش حاجة ربنا، ما تهنش اسم ربنا. وتلتفت فتمضقكم، يعني مش بس هتدوس على حق ربنا، دي كمان هتجور عليك انت وعلى اللي حواليك. يبقى خلينا حكماء فيما يقال وفيما لا يقال، خلينا عندنا تمييز وما عندناش إدانة. والفرق بينهم ايه؟ حب الحكمة. لما يكون عندك الحب والحكمة تطلع من خطية إدانة إلى فضيلة التمييز والإفصال، تميز الناس وتفهمهم لكن ما تكرههمش، تحبهم لكن مش هتجريهم في كل طلباتهم. وبعدين أحيانا عدو الخير يستغل آية عن آية، فيجي واحد يقول لك ايه، مش الانجيل قال اسأله وتعطوا، ما تديله اللي هو عاوزه، تبقى عارف ان هو بيسرقك، ان هو هيضر نفسه وياخد الحاجات دي يأذي بيها غيره، وتبقى محتار. ايوه ما هو ربنا اللي قال اسأله وتعطوا، قال حاجة تاني، قال لا تطرحوا ضراركم قدام الخنازير، مش كده؟ يبقى لازم الواحد يفكر في كل الآيات مع بعض. وربنا له المجد، قال لنا اسألوا تعطوا، أو ده ربنا قال كل من سألك فاعطيه. تلاحظوا ربنا لما بنسأله مش دايما يدينا بالظبط اللي احنا عاوزينه، يبقى معناها يقول لنا كل من سألك فاعطيه، برضه مش كل اللي يطلب منك حاجة ده زي ما هو عاوزها، يمكن هو عاوزها يأذي روحه أو يأذي كل الناس، لا مش شرط. أنت برضه لازم يبقى عندك حكمة، أنت عندك قلب مستعد للعطاء زي ربنا له المجد، بيدي بدون حدود لكن بيدي بحكمة. ربنا بيدينا بحكمة وقد يعطينا أكثر مما نطلب. طب وماله اعمل كده مع الناس، لكن مش بضرورة كما يطلبون بالظبط، لألا يكون بتديهم حاجة مش لمصلحتهم. يبقى حتى الوصايا الإلهية بنرجع على نفسنا ونحط ربنا قصاد عينينا، قال لنا كل من سألك فاعطيه، حاضر يا رب. طب انت كمان يا رب قلت على نفسك اسأل وتعطي، ساعات نطلب منك تتأخر شوية، يعني ممكن نتأخر بدافع الحب برضو، اه ممكن بس بدافع الحب، تقول لو اديته زيادة هيتدلع، لو اديته زيادة هينحرف، لو اديته زيادة مش هيشتغل، لو اديته زيادة هعوده على الأنانية أكتر، يبقى مش هديله. طب وماله؟ ما تديلوش، لأنك أنت بتديله اهتمام، ما أنت فكرت بتديله حب بس مش بتديله اللي هو عاوزه. ربنا بيعمل معانا كده. يبقى الحب الناضج حب حكيم، والحب الناضج حب واعي، مش بيوفر مجهود، لا ده ممكن يتعب أكتر لكن عشان تبقى المصلحة أكبر. وهنا في اللاءات، الحدود، في حاجات لا، في مجلس المستهزئين لا يجلس. لا طب هم عاوزينك تقعد معاهم وطلبوا منك تحكي معاهم وتنبسط معاهم، بس انت بتقول لا. لا ليه؟ لان ده ما يرضيش ربنا، المجلس ده ما فيهوش المسيح له المجد. طب هيزعلوا، معلش يزعلوا. طب ده مش حب، لا حب، حب بس بطريقه ربنا، حب ما يشتركش في الغلط، حب يعرف يقول لا، حب يعرف وقت يقول لا، من أجل الحب برضه، من أجل حب الله وحب الناس.